شاهد معكم الآن هذه الصور كذلك التي وردتنا لحالة الهلع والرعب والخوف للسودانيين المتواجدين في مطار الخرطوم الدولي جراء الاشتباكات والمواجهات العنيفة التي شهدها ربما المطار خلال الساعات القليلة الماضية، بالإضافة إلى عدة مناطق أخرى في العاصمة السودانية الخرطوم في محيط القصر الرئاسي، وكذلك بعض الأنباء التي تتحدث عن سيطرة من قبل قوات الدعم السريع، كما نشر ذلك رويترز للقصر الرئاسي لمنزل عبد الفتاح البرهان، ونفي من قبل الجيش الباكستاني الجيش السوداني لكل هذه المعلومات. إذن هذه الصور كما نشاهدها الآن للسودانيين وهم يعيشون حالة من الرعب والهلع والخوف جراء هذه المواجهات والاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.